ما اجيت على ألمانيا أو على هولندا أو على السويد أو على النرويج أو على فنلندا، ليش هلأ لحبكت بدأت تتركوه؟ يا ريتك بالبحر غرقتي ولا وصلتي، لما شفت الحرية زوجك تركتني، ولما صرت بألمانيا كل شي دمرتي. تطلع من هالحكم اللي هي اساسا ما كانت راضيه عنه فاخذت القرار. انا برايي انه هو السبب الاساسي هو السبب المادي، يعني بسوريا عندنا المراه اللي بتكون عم تشتغل تطلق بسهوله ما عندها مشكله، صحيح بتعاني من المجتمع تبعها بس فيها تعيش لحالها تربي اولادها لحالها. في كثير اسباب، في منها بتتعلق بأشياء أنه كان الشخص مجبر على هذا الزواج أو كان مرهم عليه يعني بطريقة أو بأخرى، إذا كان الزواج تقليدي خصوصا حتى لو كان في أولاد، عم بيجي بيشعر هون بأنه أوكي أنا فيني هون أكون حر أكتر، يعني فيني أدور على الشخص المناسب لإلي.